نسكب قلوبنا قدام الرب بكل تواضع، نيجي لمحضره بقلب منكسر طالب الرحمة. خلينا نيجي بتوبة حقيقية، نيجي بكل يقين وثقين أنه كيف ما بيقول بأخبار الأيام 2، فإذ تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. أهم إشي بيقولوا صلوا وطلبوا وجهي. تعالوا نكرس نفسنا هاي الليلة قدام الرب لمجد اسمه. تعالوا بكل تواضع نيجي عند أقدامه نطلب وجهه، لأنه يوم واحد في ديار الرب خير من ألف. خلينا نيجي نقف في الثغر من أجل الأوضاع اللي عم بتصير في البلاد، نقول له تعال وسطينا، احنا جايين ومنصلي واثقين انه انت راح تسمع صوتنا، جاي طالبين انه تبرق الارض اللي احنا فيها. روح قلبك كن، احنا مشتاق نكون في محضر الرب. ترجمة نانسي قنقر.
رومية 8 من عدد 31 بيقول إن كان الله معنا فمن علينا، وبعدين بيقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ ما فيش ولا أي إشي بيقدر يفصلنا عن محبة المسيح. بيكمل بعدين وبيقول فإني متيقن إنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة المسيح، المحبة الثابتة اللي ما بتتغيرش. إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. تعالوا بقلب واحد نيجي نصرخ للرب، نطلب بركة، نطلب سلام وأمان على شعب الرب في كل مكان. وإله السلام هو وحده اللي راح يسحق العدو ويسحق الشيطان. صوتي إلى ربي أصرخ، أصرخ
قدس لي مجدي ورافع رأسي. بحب نوقف مع بعض نقرأ من مزمور شغل لي بالي كل هذا الأسبوع بهاي الفترة، مزمور 27، نقرأ مع بعض وإحنا واقفين. بيقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني. والآن يرتفع رأسي على أعدائي فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب. أمين. خلينا واقفين نقول له يا خالق الأكوان والناس، بنسمة فيها حياة، كل الخليقة تشهد وبتثبت أنه أنت إله الكون، كل الخليقة راح تسجد وتسبح اسم الله. في حياة كل الخير
أسلم يرجع أضعاف تسبيحك يملى الكون أنا شفت على هدى وعدك صادق مضمون أسلم يرجع أضعاف أفرحنا معك أكتوب في القلب المرابي وعدك هنشوف اليوم بيعوض السنين معك هتدوم وفي قلب المرابي وعدك هنشوف اليوم بيعوض السنين تسبيحك يملى كل الساقطين أنت الأبرع جمال من كل بني البشر جايين ومنعلن أنك أنت وحدك إلك السلطان أنت وحدك اللي بتنقل الجبال والأمواج عالي برغم الأمور الصعبة اللي عم بتصير حوالينا وبالبلاد يا إله القدوس برغم من الألم برغم من الضيق ومن الحرب إحنا فيك واثقين واثقين في وعودك اللي بتقول لا يدع رجلك تزل ولا ينعس حافظك ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم انت قلت لا تخف لاني معك اذا اجتزت في المياه فانا معك وفي الانهار فلا تغمرك اذا مشيت فلا تلدغ اذا مشيت في النار فلا تلدغ واللهيب لا يحرقك تعالي ربي بروحك تعالوا المس أراضينا المس أراضينا بسلامك برحمتك يا إله القدوس تعالوا بارك بلادنا يا رب بارك أراضينا بارك كل اللي حوالينا جايين نرفع هتفنا ونرفع العلم السماوي يا إله القدوس علم الرحمة علم السلام واثقين إنك أنت سامع الصلاة
لكل شخص عم بيسمعنا وبيشاهدنا في هاي الليلة. بشجعك إذا كان عندك طلبة اكتبها وقلنا إياها، وإحنا رح نقف في الثغر ونصلي لأجلك ولأجلك. بيقول بكورنثس الأولى: فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه. إحنا جايين ككنيسة نقف في الثغر لأجل الأوضاع في البلاد، لأجل كنيسة الرب في كل مكان، لأجل شعب الرب في كل مكان. بيقول: ولما صلوا تزعزع المكان. بوعودك
يلي بيشوف البحور مهما كان على الأرض ظلمة السماء مليانة نور مهما كان الحال بالدر يلي بيشوف البحور مهما كان على الأرض ظلمة السماء مليانة نور في مجالك نحمية بالبكاء ونادى عليك
أجل شعبي، قلبي كالماء في داخلي، جاي أعلي صوتي لإلهي، جاي أطلب رحمة، رحمة من عندك، لأنه من غير رحمتك، من غير حنانك، من غير قوتك وتعزياتك ما نقدرش نكون متواجدين، لأنه سلامك بملى الكون. Right.
كلنا مع بعض ونبدأ نطلب مراحم الرب في هذه الأيام الصعبة اللي احنا عم نعيش فيها. ارفع ايديك وابدأ صلي لرب يسوع، تعال برحمتك على هذه الأرض اللي عم يا رب يسوع بتشرب دماء، يا رب يسوع، يا رب يسوع نفوس قتلت، يا رب نساء أطفال شيوخ، يا رب من كل الشعبين احنا منصلي يا رب انه رحمتك يا رب تعال يا رب حول هذا الشر، حول هذا الشر ليعبر هذا الشر عن هذه البلاد يا رب. تعال يا رب بمراحم، تعال بمراحم، تحنن يا رب على يا رب يسوع هذه النفوس، على هذه النفوس تحنن يا رب يسوع، على يا رب يسوع الشعب اللي احنا عايشين وسطه، على الشعب اللي احنا منتمين له. تعال يا رب يسوع بمراحم جديده، ارفع صوتك ابدا صلي، قول يا رب يسوع انا بصلي يا رب، بقف في الثغر، بقف في الثغر لكي ابني جدار، واقف في الثغر باخذ مسؤوليتي امامك كسفير للمسيح يا رب. ما بدنا سفر العالم تيجي لهون وتعمل حروب، بدنا يسوع رئيس السلام، بدنا رب السلام يملك على هذه البلاد يا رب. تعال بمراحمك، تعال يا رب بمراحمك، انت الجالس على العرش، انت اللي مالك على الكون، انت اللي سايد يا رب يسوع على كل هذا الكون يا رب، جالس عن يمين العظمة، صاحب السلطان اللي فوق كل سلطان. قوم يا رب يسوع، قوم يا رب يسوع في وسطنا يا رب، قوم في هذه البلاد يا رب، وتعال يا رب يسوع حول هذا الشر عن هذه البلاد يا رب، حول هذا الشر يا رب عن هذه المنطقة اللي احنا عايشين فيها يا رب. يا رب نطلب رحمتك، نطلب رحمتك، نصرخ إليك يا رب، تهدئ الرياح، تهدئ العواصف يا رب، تهدئ يا رب مسكن الحروب إلى أقصى الأرض مكتوب عنك يا رب. نشكرك ونأتي كما أقأت يا رب يسوع إبراهيم وقال أديان كل الأرض لا يصنع عدلا. تعال يا رب يسوع من جديد، تعال يا رب اصنع براحم جديد يا رب. تحنن نقف أمامك يا رب كشعبك في هذا المساء، نرفع ذبيحة يا رب يسوع وصراخ وصلاة يا رب إلى شخصك، إليك يا رب يسوع لكي تسمع، لكي تتحنن. نقول كما قال دانيال، يا رب اسمع، يا رب أصغي، يا رب يسوع استجيب إلى صلاتنا يا رب يسوع. رحمتك نطلب، رحمتك نطلب يا سيد، رحمتك نطلب، رحمتك نطلب. هاللويا هاللويا. خلينا ناخذ نص دقيقه، ابدا بينك وبين، ابدا اعلن صوتك، اعلن صوتك، صلي ما صلي في هذا المساء يا رب. طالب الرب مراحم، طالب الرب مراحم. في كتير ناس متالمه، في كتير ناس مفقوده، في كتير ناس متوجعه، هناك غضب، هناك هيجان، هناك يا رب مشاعر ممتزجه عندنا وعند غيرنا يا رب. تعال غير، تعال يا رب يسوع تداخل يا رب، ارسل ملائكتك، ارسل ملائكتك، أرسل رحمتك، أرسل رحمتك. هللويا هللويا هللويا. نأخذ كمان دقيقة، ارفع صوتك، ابدأ أصلح للرب، حتى الرب يتدخل، حتى الرب يتدخل. بدناش الشعوب تتدخل ولا الملوك تتدخل، بدنا رئيس السلام يتدخل. تعال أنت تدخل، حل بسلام يا رب يسوع. شكرا يا رب. هللويا 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 هللويا. ارفع صوتك، طالب الرب. هللويا هللويا. وقف قدام الرب. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع. ملناش غيرك يا رب، ملناش غيرك يا رب. انت اللي قادر تغير، انت القادر ترحم، انت القادر انت يا رب يسوع تتحنن. يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، يا رب يسوع تدخل يا رب، تدخل يا رب، تدخل يا رب. اصنع يا رب يسوع، اصنع بحسب مراحمك يا رب. مكتوب عنك يا رب، مكتوب عنك القادر أن تفعل فوق ما نطلب أو نفتكر. في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع. خلينا نطالب السماء تتدخل في هذا الوقت يا رب. السماء تتدخل يا رب يسوع، السماء تتدخل يا رب. نربط كل أرواح شر عاملة في الأجواء، نربط كل رياسات، كل سلاطين، كل ولاة، كل روح القتل، روح الموت، كل روح يا رب يسوع الموت احنا بنربطه، نطلق روح الحياة، نطلق روح الحياة، نربط روح الموت، نطلق روح القيامة، نطلق روح الحياة يا رب. قوة الروح القدس تعمل في القلوب يا رب، انت اللي بتشفي، انت اللي بتحرر،
انت اللي بترفع كل ضغينة، كل غضب، كل عمى روحي يا رب. انت اللي بتتراءى لأعظم أشرار يا رب. انت اللي حولت شاؤل حتى يكون بولس يا رب يسوع يشهد عن اسمك. قادر تتراءى لكل يا رب يسوع من هم يا رب يسوع عايشين تحت سلطان الشيطان من كلا الطرفين، حتى يكونوا يا رب يسوع خدام إلك يا رب. احنا منصلي تجري آيات ومعجزات تغير يا رب يسوع، الإله اللي بغير الأزمنة والأوقات التي وضعت في سلطانك. تعال يا رب غير الأزمنة اللي احنا عايشين فيها. نقف في الثغر يا رب يسوع كما وقف يا رب، يا رب رجال الله في القديم يا رب، لكي تعبر يا رب هذه المصاعب. نعلن الدم على هذه المنطقة، نعلن الدم على هذه المنطقة يا رب يسوع، منطقة الشمال، منطقة الجنوب يا رب يسوع، منطقة الضفة، منطقة يا رب يسوع غزة، منطقة يا رب يسوع يا رب البلاد هذه يا رب احنا عايشين فيها بين ايديك تحت الدم يا رب. منرش الدم ومنعلن يا رب يسوع انه الملاك المهلك ياتي يرى الدم على البيوت، على الاعتاب يا رب، اولادك يا رب يسوع اللي يا رب متالمين يا رب هون وهناك يا رب، اولادك تحت الخطر هون وهناك يا رب. احنا منصلي يا رب دمك يا رب على الاعتاب، دمك عليهم يا رب. عندما ياتي الملاك المهلك يرى الدم ويعبر باسم الرب يسوع، باسم الرب. كما كنت يا رب مع شعبك في القديم وقت الضربات العشر يا رب يسوع، عندما كان يا رب ضربات يا رب قضاء الله ينزل على آلهة مصر يا رب يسوع، حميت شعبك من كل الضربات. احمي شعبك في هذه المنطقة، احمي بلادنا بهذه المنطقة، احمي يا رب أولادك وبناتك يا رب، إن كانوا في غزة وإن كانوا في إسرائيل احميهم يا رب من كل شر. انت اللي يا رب يسوع بتحفظ، انت اللي بتحمي، مين غيرك بيحرس؟ انت يا رب يسوع اللي مكتوب عنك برج حصين يركض للصديق ويتمنع. اسم الرب يا رب يسوع ترس وبرج حصين يا رب يسوع. انت الملجأ، انت الملجأ، انت وحدك الصخرة. نحتمي فيك يا رب، نحتمي فيك يا رب. اشكرك يا رب يسوع، تعال بمراحم، تعال بإحسناتك، تعال يا رب وتحنن، تعال يا رب يسوع. منحط يا رب، خلينا نحط اللي هن صناع القرارات يا رب، كل صناع القرارات، إن كان بالحكومة يا رب يسوع تاعت الطوارئ اللي تشكلت، وإن كان اللي من مجموعة يا رب يسوع الحماس، أو يا رب يسوع الأمريكا، أو أي دول أخرى تتدخل يا رب، الدول العربية أو أي دول أخرى. إحنا بنعلن في اسم يسوع ولا قرار غير عن مشيتك يخرج يا رب. كل القرارات تكون بحسب مقاصدك يا رب، باسم الرب. مكتوب عنك إنك يا رب يسوع أنت يا رب قلوب الملوك في يد الرب كجداول المياه، حيث ما شاء يميلها. يا رب تعال ميل وغير القرارات يا رب يسوع. يا رب أنت ما بقف قدامك، لا يقف قدامك لا ملوك ولا حكام ولا رؤساء ولا شيء، لكن أنت فوق الكل، العليون الذي تسود فوق الكل. تعال غير القرارات يا رب، غير القرارات يا رب يسوع. منصلي يا رب من أجل مشيئتك، من صلم أجل رحمتك يا رب. تعال يا رب يسوع ليعبر هذا الغضب، ليعبر هذه الرياح، رياح الحرب. وليا رب يسوع كما هدأت العاصفة يا رب تهدئ كل عواصف هائجة لكي يكون سلام يا رب، لأنك أنت إله السلام. وكما هو مكتوب يا رب أن إله السلام سيسحق الشيطان تحت أقدامكم سريعا في اسم يسوع. أشكرك، أشكرك يا رب لأنك قادر أن تفعل، لأنك تصنع فوق ما نطلب أو نفتكر بقوة وبعمل روحك القدوس. استجيب ولك الشكر، آمين. يا رب صلي أيضا من أجل يا رب تقدماتنا وعطيانا، نعطيك يا رب مما أعطيتنا. نصلي أن تبارك هذه التقدمات لكي تكون لأجل امتداد ملكوتك. أشكرك يا رب لأجل هذه النعمة اللي فيها رب نحن مقيمون. بارك شعبك من يعطي، وأعطي يا رب نعمة حتى اسمك يتمجد من خلال هذه التقدمة، ولك نعطي كل الشكر، آمين. آمين. الذي أحبنا وقد غسلنا وجعلنا ملوكا وكهنة. غسلنا من إيش؟ من خطايانا، وحطنا كملوك وكهنة قدام الله. إله كل المجد، كل البركة. المذكور كل البركة والكرم.
بالعظمة وحده يسوع كل البركة لمجد اسمه العظيم. أمين. أمين. مجدا للرب. بارك اسم يسوع.